والله يعني انا بدات ان كره طايره في النادي الاهلي على طول، يعني انا من ناشئين النادي الاهلي، اتربيت في النادي من سنه 97 لغايه لما خرجت من الدرجه الاولى سنه 2011. الحمد لله الفتره دي كلها كانت بالنسبه لي حلم كبير، وكنت مبسوط جدا ان انا جوه النادي الاهلي اتعلمت منه حاجات كتيره جدا. يمكن اكتر حاجه الاصرار والعزيمه والمكسب دايما، ان انا لازم احارب على المكسب. الذكريات كتيره قوي، يعني في ذكريات كتيره في مرحله الناشئين ومرحله الفريق الاول. يمكن اكتر حاجه بتعلق في دماغي مثلا في مرحله الناشئين، كان عندي بطوله صعبه في بطوله ال 17 سنه، كنا بنلعب بالزمالك وبنلعب بالشمس، وكانت بطوله صعبه جدا. كنا احنا نخسر من الشمس والزمالك يكسب الزمالك يكسب الشمس واحنا نخسر من الشمس، يعني البطوله كانت صعبه جدا. الحمد لله في الاخر قدرنا نحققها، دي كانت من البطولات الصعبه جدا في النادي. وطبعا في طبعا ذكريات برضه في الدرجه الاولى، في بطولات كانت صعبه وفي بطولات كانت سهله. الحمد لله يعني الواحد خارج بكميه ذكريات كبيره قوي الحمد لله. اصعب بطوله يعني اللي دايما معلقه في بالي البطوله العربيه، كانت في سوريا، كانت سنه 2005 تقريبا او 2006. كان معانا نادي الزمالك وكان معانا الهلال السعودي، كانوا بيلعبوا مع بعض قبل النهائي، والفرقتين مش عايزين يكسبوا علشان ما يقابلوناش، كان اللي هيكسب هيقابلنا قبل النهائي، كان في دور الثمانيه. الفرقتين مش عايزين يكسبوا، الفرقتين نازلين يخسروا، لغايه لما الزمالك كسب في الاخر، يعني مدرب الهلال قدر يضحك عليه يعني، وكسب في الاخر وجالنا الزمالك في الدور قبل النهائي. الحمد لله كسبناه 3-2، كان ماتش صعب جدا جدا، ولعبنا الهلال في النهائي برده، كان مباراه صعبه. فيعني كميه المباريات الصعبه في البطوله ديت بتخلي الواحد عمره ما ينساها. كل الفولي طبعا صحابي وزمايلي، كابتن احمد صلاح، كابتن عبد الله عبد السلام، كابتن حمدي الصافي، كابتن محمد مصلحي، في طبعا كابتن محمود الكومي وكابتن محمد السيد. يمكن الجيل بتاعي كان احمد صلاح وعبد الله ومحمد السيد وكومي، وطبعا خالد ابراهيم الليبرو بتاعنا. يمكن احنا طالعين مع بعض كلنا جيل واحد نفس السن، هم الحمد لله لسه مستمرين ورافعين اسم النادي كويس. المواقف اللي حصلت بقى بينا دي مواقف كتيره جدا. يعني في منها يتقال وفي منها ما يتقالش. احنا مع بعض من ساعه ما بدانا فولي لغايه لما انا بطلت، وكملنا مع بعض في المنتخب فتره كبيره حوالي 10 سنين. يمكن مثلا اكتر حاجه افتكرها ان لما دخلت النادي كان احمد صلاح هو اللي فعلا اللي علمني فولي. دي حاجه انا بعتز بيها جدا، ان احمد صلاح نفسه هو اللي بدا يعلمني صوابع ويعلمني بجر، الحاجات الجميله ديت. المواقف برده مع عبد الله، ان هو كان دايما انا وهو بنقرا بعض في الملعب، هيرفع لي الكوره امتى، مش هيرفع لي امتى، هيفند بيا مش هيفند بيا. فمن كتر ما احنا كنا بنقعد مع بعض كنا بنفهم بعض بمجرد النظر. فالحاجات دي طبعا في ذكرى في الواحد في دماغ الواحد ما يقدرش ينساها. يعني طموحاتي ان شاء الله الستر والصحه الحمد لله. وانا السنه دي بلعب بطوله الجمهوريه، الحمد لله كسبت بطوله منطقه القاهره. السنه دي عندي بطوله الجمهوريه، البطوله صعبه جدا، فيها كذا فرقه كويسه، فيها الشمس، فيها زمالك. ربنا يسهل كده ونقدر نحقق البطوله ديت. احنا يمكن نكون خسرناها السنه اللي فاتت، بس السنه دي عندي امل كبير ان احنا نكسبها ان شاء الله ونعوضها عن السنه اللي فاتت.